عليكم ميناسان كونيتشيوا، لو اول مرة تشوفوني اهلا بيكم. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة عشان نكون عيلة كبيرة. اي حاجة عايزين تعرفوها عني موجودة في صندوق الوصف. وزي ما عرفتوا في فيديو النهاردة مسافرين لمكان ساقع جدا جدا في اليابان عشان نحتفل براس السنة. ومش احتفال ولكن انا ونور بنبقى اجازة في اول السنة، عشان كده قررنا نسافر مكان حلو. زي ما انتوا شايفين انا حبيت قوي ان انا اصور لكم حاجة زي دي. ده السواق بيتأكد ان مفيش حد الباب قفل عليه او مفيش حد متأخر وملحقش يدخل القطار، وبعد كده بيقفل الباب وبيتأكد ان كل حاجة تمام وينطلق. احنا ركبنا شينكانسن علشان نروح المدينة اللي احنا رايحينها دلوقتي. المدينة اسمها نيكو. المدينة كلها ثلوج، ودي اقرب حاجة لطوكيو نقدر نشوف فيها التلج والصقيع والحاجات دي، لان الاجواء دي مش موجودة في طوكيو. فانا قلت لنور ان انا نفسي اشوفها وكده، فقررنا نسافر في اليوم. في شاب هنا، ده زرار لو دوسنا عليه بيغير وضعية الكرسي. دي الجبال اللي احنا رايحين عندها، وهنطلع كمان فوق الجبل مش هنبقى تحتيه بس. المكان كان ساقع وتحفة. وبما اننا في اول يوم في اول السنة بيبقى فيه احتفالات بالموتشي، وده بيبقى ديكور بتاعه، وده موتشي حقيقي. ستروبري تشيبس يا ليمون تشيبس. حاجة في المناطق الريفية، المناظر شايفين تحفة، يعني الواحد بيحس انه اعصابه بتهدى في الاماكن دي. عجبني شكل القطر ده، شكله كيوت. الديكور اللي على الكوبري ده ديكور اللي علاقة بأول السنة، بيحطوه أول 3 أيام في السنة. الأجواء كانت جميلة قوي، والناس كلها أجازة، كل الناس عايزة تخرج. فكرني بالأعياد عندنا في مصر. نفسي بجد في يوم من الأيام يكون في احتفال بالأعياد الإسلامية في اليابان، عشان أحس إن أنا مش مفتقدة الأجواء دي، ولكن بعوض الإحساس ده احتفالات أول السنة. إحنا حاليا وصلنا ومتجمدين زي ما انتوا اكيد واخدين بالكم، والارض كلها تلج حرفيا. وبما ان انا ونور عايشين على طول تقريبا اغلب وقتنا في طوكيو، فخبرتنا في التلج مش قد كده، فنسينا نجيب الاحذية بتاعت التلج، فجايين لابسين الاحذية العادية عمالين نتزحلق بس. بس احنا ما بنقعش يعني، بنلحق بعض. بس لحد دلوقتي زحلنا 5-6 مرات. بصوا التلج بعد ما بيدوب بيبقى شكله عامل كده، فده بقى بيزحلق جامد، شايفين؟ يعني معاناة. فكرني محمد هنيدي هو بيقول انا المكان واسع وكله ابيض ابيض. دي بتشتغل بالطاقة الشمسية، بتشحن الصبح وبالليل بتبقى منورة، شكلها حلو قوي. كل العرايس المحطوطة دي نفس الفكرة. احنا هنا وصلنا اوتيل موجود في المكان الريزورت بتاع السكيتنج، واحنا مش حاجزين فيه ولا حاجه، بس ينفع نستخدم اللاونج عادي لو اشترينا حاجه ناكلها من المكان. فده اللي فعلا حصل، احنا ما كناش فطرنا لان صحيين بدري ونزلنا عشان نلحق شينكانسن، فاشترينا بس كيك وشاي لان تقريبا ما كانش فيه مطاعم فاتحه، وتقريبا المطاعم ما فيهاش حاجه حلال خالص غير الحاجات اللي موجوده في السوبر ماركت والحاجات البسيطه زي الكيك والشاي والكلام ده.
انا حاسه ان انا دخلت جوه مسلسل ياباني على مسلسل كوري كده، اللي هي تقريبا بيجوا الاماكن دي عشان يسجلوا فيها ان الشتاء دخل. الطريق مش باين، المشكله مش ان الطريق مش باين، يعني احنا لابسين هنا دي حفره اصلا، يعني التلج هيقوم نازل بيك. ده مش شارع، دي ارتفاع التلج 120 سنتي، يعني انا حاولت انزل هيبقى باين لحد مثلا نص بطني كده. هنزل في التلج خالص. اوكي، واحنا بنمشي على طريق رفيع وبينه الحتة الغرقانة دي، شفتوا؟ بصوا بحط رجلي. فايه الموضوع مرعب سيكا، بس باين خطوات الناس اللي قبلنا فبنعرف نمشي عليها، لو ما مشيناش عليها هننزل في الغريق. بصوا بقى المنظر تحفة ازاي، شايفين؟ سبحان الله جميل جدا، سبحان الله، حتى السحاب شكله حلو. التلج هينزل وانا تلجت، شايفين صوابع ايديا بقت عامله ازاي؟ يعني قدها جوه. يلا بينا، المنظر تحفه يا جماعه، يعني حاسه اني مش عايزه امشي بسبب المنظر، بس عايزين نلحق نفسنا قبل ما التلج ينزل. يوحشني المنظر ده. يلا بينا نشوف الوجهه التانيه. حد عمل سنومان. شكله حلو. كواي. إذا دلوقتي وصلنا للوجهة اللي بعد كده، زي ما انتوا شايفين الدخان ده حقيقي، مش صدفة، لأن احنا وصلنا لمكان اسمه أونسن، والأونسن دي مية جاية من البراكين اللي محيطة بالمكان، مية سخنة جدا وريحتها شبه البيض المسلوق شوية، وزي ما يعني بره تلج وهنا ما يتغلوا مولعة. سبحان الله، زي ما انتوا شايفين المية بتغلي والتلج برد. وطلبنا صوبة بالتوفو ما فيهاش اي لحوم، وانا طلبت بلح البحر وبيتزا بالمأكولات البحرية. وبعد كده رجعنا لمحطة الشينكانسن عشان نروح. الحقيقة انا ما صورتش اي حاجة واحنا رايحين لاني نمت في الطريق. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم، وما التاني